وعقب إعلان الرئيس السيسي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، شارك الآلاف من المواطنين في احتفالات تأييد للرئيس السيسي بالمحافظات. وأشاد المواطنون بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن الرئيس السيسي هو قائد مصر الحقيقي الذي استطاع أن يقود البلاد نحو التنمية والرخاء بعد سنوات من الاضطرابات. ندعم السيد الرئيس لترشحه لفترة رئاسية جديدة، لما أظهره الفترة الماضية من قوة في إدارة البلاد وتسليح الجيش والتنمية المستدامة والإنجازات اللي حصلت في الطرق والكباري وإدارة الدولة وحماية حدودها والقوة العسكرية اللي أثبتت للعالم كله أن مصر دولة قوية ودولة مؤسسات. احنا جايين في ملحمة زي ما حضراتكم شايفين لتأييد رئيسنا، يعني احنا بنحب بلدنا زي ما انتم شايفين جمع الغفير كله اللي ورانا ده يدل على ان احنا بنحب بلدنا وعايزينها دايما بلد مستقرة. احنا جينا نأيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجازاته ولتكملة مسيرة الأعمار في مصر. نؤيد ونبارك ترشيح السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية تالية، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. اليوم جايين عشان نأكد التأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة جمهورية مصر العربية، والحضارات اللي تعاملت والطرق اللي تعاملت ده مجهود كبير يشكر عليه الرئيس، واحنا وراه جينا بكل الحب نؤيد مصر، نؤيد عبد الفتاح السيسي رئيس لكل المصريين. نعم للاستقرار، نعم للأمن والأمان. احنا جايين هنا كل جميع الأحزاب السياسية وجميع الكيانات الخدمية والمجتمعية عشان نأيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا جايين النهارده بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، جايين نحتفل بالرئيس السيسي ونقول له كمل يا ريس، كمل واحنا وراك، كمل واحنا معاك.